أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والله والتقين الصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الهي اب الخير آخر خير ظاہر خیر باطن خیر. مولا کیمہ جو کچھ پڑھا گیا ہے جو کچھ پڑھایا گیا ہے جو کچھ سنیا گیا ہے جو کچھ سنایا گیا ہے جو کچھ پکایا گیا ہے مولا کیمہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرنے مولا کیمہ قبول فرما. آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور فرما. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے تیس سال علیہ الصلوۃ والسلام تک جن بیکن سارے دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. تمام ازواجات مطہرات دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. خلفائے راشدین دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. تمام صحابی تابعی تابعین تبع تابعین دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. تمام شہداء کربلا شہداء شہداء بدر مولا کہ میں اسلام دے ہن تک جنے بھی شہید ہوئے سارے دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے مولا کی میں تمام غوثاں کتباں دالاں ولی دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور. سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ مولا کی جن بھی سلاسل نے سارے دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور.
اس کلام پاک دی برکت مولا اکرم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے حضور پیر سیال دے سارے خاندان پاک جڑے دنیا تشریف لا جائے کہ سر دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول نور فرما سلو کے شریف دے خاندان پاک دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول نور فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے مولا اکرم مدینہ سیدہ دے سارے بزرگاں دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول نور فرما خصوصی طور پر مولا کی ماں پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول نور فرما مولا کی ماں کا کریم میرے ساتھ و سامنے دے صدقے پیر سیال لجپال دے صدقے مولا کی ماں پیر سید منیب شاہ صاحب دی عزت وچ احترام دے وچ برکت عطا فرما آپ دی زندگی دے وچ برکت عطا فرما آپ دے فیوز و برکات دے وچ برکت عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدقے مولا کریم اسی جڑے اس محفل پاک دے وچ حاضر ہاں ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور جو جو مقصد لے کے آئے نے نیک مقصد لے کے آئے نے مولا کریم اس مقصد نو پورا فرما پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے صدقے مولا کریم سارے دیاں جائز مراداں پوریا فرما وفب امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاطمہ گردا و تمرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آل بیٹھی منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہگار کی کر قبول وفبد امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.